العمر مجرد رقم، هذه المقولة يرددها عدد كبير مما يؤمنون بها، فلا يتأثرون بتقدم السن نفسيا وروحيا وإن تغيرت الملامح وهانت وخارت القوى. ولكن عندما تقولها ملكة بريطانيا الأمر يختلف قليلا ويثير الانتباه، حيث جاء رد ملكة بريطانيا إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما على منح مجلة أولدي لقب تشريفي لإنجازات الجيل الأكبر سنا لها، فرفضت جائزة عجوز العام بأدب قائلة أنها لا تعتقد أنها تستوفي المعايير ذات الصلة لقبولها. فالملكة التي ترملت هذا العام ما تزال تحتفظ بجدول مزدحم بالواجبات الملكية، فتلتقي بالدبلوماسيين وتستضيف حفل استقبال في قلعة وينتسور لقادة الأعمال العالميين، وتمارس حياتها بشكل طبيعي وتحتفظ بذاكرتها حتى الآن، وقالت أنها تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أبدا أن تمنح لقب عجوز العام. منظمو جائزة عجوز العام السنوية تواصلوا مع القصر الملكي لمعرفة ما إذا كانت الملكة راغبة في قبول هذا اللقب، لكن المنظمين قالوا إن الملكة رفضت العرض، ولكنها بعثت لهم رسالة جميلة تضمنت أطيب التمنيات، جاء فيها إن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول اللقب، وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة ليحصل على هذه الجائزة في السباق. طبعا هناك أيضا ممثلون حازوا على هذه الجائزة، جائزة الأكبر سنا أو عجوز العام، وهناك ممثلون ممن حصلوا على جوائز الأوسكار، وشخصيات أيضا حصلت على جوائز نوبل، فضلا عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 عام. وكانت ردود الأفعال كثيرة حول هذا الموضوع، اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق لبلال عبد اللطيف علق عن رفض الملكة إليزابيث لقب عجوز العام بلطافة وبأدب كما وصف. يقول بلال: أظن أن الشخص الذي يعتمد على نفسه في قضاء حاجاته الضرورية في أي سن كان لا يستحق لقب العجوز. تعليق من كريم ناصر أيضا يقول: أعتقد من غير المقبول تطلق كلمة عجوز على الملكة إليزابيث، فهي لا زالت تملك عقل سليم ولها نشاطات وتمسك بزمام الأمور، إنها الملكة إليزابيث. تعليق من مراد يقول: مراد، غرور العظمة والسلطة أنسيانها أنها أصبحت عجوز مسكينة، هي في حق نفسها وعمرها. تعليق من كوكب فؤاد: العجوز يعني العجز موجود في البشر، وحتى الشباب عندهم العجز والنوم المتكرر والعجز من العمل والحركة. تعليق من أيمن لقمان: حتى ابنها الأمير تشارلز يأس من الوصول إلى العرش وتنازل عن ولاية العهد لابنه، وربما ابنه أيضا سيتنازل عنها لابنه بعد يأسه من موت جدته.